إننا وإن ألمنا هذا الحادث الإجرامي الجبان إلا أننا نقرأ منه النصر والتحرر بإذن الله عز وجل. فما تكبرت دولة وطغت وعتت إلا كان الهلاك هو الموعد المحقق لها. إذا اصبروا يا أهلنا يا أهل الأحواز، الله معكم ولن يخيبكم بإذن الله عز وجل. وهذا نداء لأهل الإسلام، نداء آخر يا أهل العرب، أيضا نصرة لهؤلاء. ثلاثة أشقاء أعدموا في يوم واحد، ليس لهم تهمة إلا أنهم يقولوا ربنا الله، إلا أنهم يقولون ربنا الله ويدافعوا، ثم يدافعون عن وطنهم، ومع ذلك أعدموا هؤلاء الثلاثة. هل تصورتم ما هو حال والدتهم؟ ما هو حال والدهم، إخوتهم؟ حتى أخوهم الأكبر يعتقلونه في اليوم الآخر الذي كان فيه الإعدام، ويحلقون لحيته ويعذبونه ويجرونه إلى السجن. والله إن لحيته أشرف من عمائم مثل هؤلاء، سواء كانوا عربا أو فرسا. ولذلك أين موقف الإعلام؟ يوم الاثنين تم الإعدام ولا حديث في صحفنا العربية، مجرد بس فقط يعني موقع عربي واحد أذاع هذا الخبر، ولا قناة واحدة تحدثت عن هذا الموضوع، إلا القنوات الفارسية فقط تتحدث كأن يعتبرون إرهابيين وتم القضاء عليهم، ولا قناة عربية تحدثت عن هذا الموضوع. والله العظيم لو كان هناك أحد من معارضي أهل البحرين أو أحد إحدى الدول الخليجية، معارض فقط موالي لإيران، جرح بجرح فقط ليس بإعدام، لأقاموا الدنيا وأقعدوها، ولتحدثوا ولهيجوا الإعلام، بل قد يكون هناك تأجيجا للمظاهرات وتأجيجا للشعوب من أجل جرح أو رصاصة. هؤلاء أعدموا وثلاثة أشقاء، ولم تتحدث أي قناة عربية عن هذا الأمر. أين الإسلام؟ أين العروبة يا أهل العروبة الذين يتغنون دائما بالعروبة؟ أين أنتم؟ تبا لهذه الهمم وتبا لهذه المصالح التي نسعى إليها، متى ما كان الموضوع في مصلحتنا سعينا وراه. إذا كان هذا الأمر فإلى الله المشتكى، وتابعوا قنواتهم. والله مجرد يحصل أذى لأحد من معارضيهم في القطيف، في البحرين، في الإمارات، في قطر، في أحد الدول العربية، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها في قنواتهم التي تعد بالمئات، ليس قناة واحدة أو قناتين، التي تعتمد على أموال التجار فقط، وحالهم لله يا محسنين.